وتعال شوف معاي بالذات أندية عسير. أبها هو الثالث عشر، ثلاث مباريات على أرضه حضر 8700 بس، والباطن الرابع عشر، الوحدة الخامس عشر. ضمك أيضا الطرف الآخر مع أبها في عسير حضر له 746 مشجع. يعني أبها مع ضمك 700، يعني عدد قليل، لكن بما أن أبها قيمة ثلاث مباريات لو جمعناهم مع بعض 9500 فريقين لعبوا أربع مباريات، يعني ما يجي حتى 2000 مشجع متوسط في المباراة الواحدة. هذا سؤال يطرح نفسه، ليش جماهير كرة القدم في المنطقة الجنوبية ما تحضر في مباريات دوري المحترفين في المدرجات؟ ليش المدرجات خالية؟ زميلنا محمد الشامي مراسل البرنامج في عسير سوالنا تحقيق مهم عشان نفهم، لأنه تشوف مباريات دوري المحترفين في ملاعب في مدرجات عسير ملاعب فاضية، ما في أحد. تشوف ملاعب الحواري أو ملاعب الأحياء، شوف تفرج. اختتمت اليوم دورة كرنفال المنار في محاي العسير، هذه لفرق المحافظات، وشهدت حضور جماهيري كثيف منذ انطلاقتها في 29 أغسطس الماضي، شارك فيها 12 فريق. مراسل البرنامج محمد الشامي أجرى استطلاع رأي بين جماهير البطولة، قال لهم إيش سبب قلة الحضور في مباريات أبها وضمك بالدوري على عكس بطولات الهواة في منطقة عسير. طبعا الحضور الجماهيري الكثيف في البطولات الحواري بشكل عام، اول شيء انتقاء اسماء الفرق المشاركه، وفيها يعني زي ما تقول الشيء السهل الممتع والجوائز اللي تقدم للجماهير، هذه يمكن من الاسباب اللي تخلي الجماهير الرياضيه تتواجد. والله بالنسبه لانديه المنطقه اللي ابها وضمك، سبب يمكن قلة الحضور، أول شيء بعد الملعب عن المنطقة بشكل عام، يعني الملعب بعيد عن المنطقة، والأمر الثاني يمكن ما في حوافز، ما في منافسة زي الجنوب، زي هذه بطولة حوارية غير زي الدوري السعودي، ما هو نجي نفس الحواري صراحة كالتحديات والمنافسة، وهذه اللي ساكنين في قرى ما يقدر يجي هنا أكثر من المحايل، ونطالب مدرجات أكبر ونشوف الجماهير كلهم برا. والله أبها وضمك يعني احنا مفروض ان نوقف، يعني انا والله اعتب على بعض الجماهير، يعني أبها وضمك يمثلون المنطقة الجنوبية، واحنا صراحة يعني محسودين، احنا من اهل الجنوب محسودين، يعني في مناطق ثانية تتمنى انه نادي من عنده يصعد للدوري الممتاز. فاتمنى يعني رسالة لكل الجماهير ان يوقفون مع أبها وضمك لانه يمثلنا كمنطقة الجنوبية، يعني تتكلم كل الاندية الكبار تجينا في ملعب المحالة، فاتمنى من جميع الجماهير الوقوف مع نادي أبها وضمك. الحضور حتى في ملعب ضمك اسهل من الحضور في ملعب المحالة، الدخول بعيد شوية، المواقف بعيدة، الاشياء هذه ممكن تزعج المشجع. والله اذا مثل ما تشوف حواريات المحالة تامة، المنافسة فيها كويسة وحضور جماهيري كبير على قوة المنافسة، لكن نتمنى تسهيل تسويق، كيف تحبب الجماهير في الملعب، كيف تسوق المباراة قبلها بأسبوع، كيف أنا وأنا في البيت أدري أن ضمك راح يلعب مباراة، أبا راح يلعب مباراة، المشاهير اللي في المنطقة أتمنى يتعاونوا. قد حضرت سابقا أبها وضمك مع تنظيم، كان سوء تنظيم متعب جدا. نتمنى يكون تعصب رياضة على مستوى الحضور، من اللي يحضر أكثر لأبها ويكون التنافس هنا، هذا اللي نتمناه وإن شاء الله يصير في الأيام القادمة. أوقات مباريات تكون أوقات دوامات، مسافة بين المحافظات لها تأثير سلبي على المباريات في دور المحترفين. مفروض في تحفيز لنادي ضمك ولا نادي أبها يكون أكثر من طريقة للتحفيز حتى يجذبوا الجماهير. لو كان هناك إثارة أتوقع راح تحضر الجمهور، ما بين أبها وما بين أبها والخميس لو في إثارة أكشن في بعض الأمور كان جماعة. لا أنا حتى ما في لاعب، ما أبها ما أخذ لاعب وضمك ما أخذ لاعب، ما في إثارة، ما في إعلام قوي هناك، ما في معلومات تتسرب، فإثارة ضعيفة جدا يقابلها عدم الاهتمام الجمهور.